اعداد الناخبين طبعا في كل محطه وفي كل مركز اقتراع حسب الرقعه السكانيه للاعداد الناخبين، ومن خلال زيارتنا طبعا لاغلب مراكز الاقتراع كان في مراكز اقتراع توافد كثير في خصوصا في المناطق الشعبيه، وبالنسبه لاعداد الناخبين مثل ما جاي اشوفه جاي توافد تبع الشعب. ايش قد اعداد الناخبين بمحافظه البصام من نستبعد عدد الاقتراع الخاص؟ نعم، بالنسبه لاعداد الناخبين في محافظه البصره والذين لهم حق التصويت من اكمل 18 طبعا اكثر من 2 مليون ناخب، بينما الذين يمتلكون بطاقه بايومتريه ولهم حق التصويت ومستلمين البطاقات ما يقارب 1,300,000 ناخب. 1,300,000 استبعدنا منهم الاقتراع الخاص. الخاص طبعا الخاص لهم تصويت خاص في محافظاتهم، يعني الخاص ليس هم فقط في محافظه البصره، بينما في جميع محافظات العراق لهم حق التصويت داخل محافظه البصره، فلا يعتبرون من ضمن ناخبي محافظه البصره. لحد الان الامور شلون تسير؟ هل هناك مشكله معينه، خرق معين، ترويج انتخابي، خرق يعني الادعاء الانتخابي، اجهزه الانتخاب تعمل بشكل صحيح؟ طبعا توجد قسم الشكاوى في محافظة البصرة متابع عملية الاقتراع، ورصدنا حالة أو حالتين في بعض المراكز وتم نشر القطاعات الأمنية عليهم وتم استبعادهم من مراكز الاقتراع باعتبار اليوم لا يجوز الترويج داخل محطات الاقتراع وداخل مراكز الاقتراع وقريب عن مراكز الاقتراع، وكذلك أن الموقف لحد الآن سليم ولا توجد أي شكوى في عموم مراكز الاقتراع. يعني رصدتوا حالة أو حالتين؟ رصدنا حالة أو حالتين وتم نشر القوات الأمنية لإبعادهم عن مراكز الاقتراع ومحطات الاقتراع.